وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. مرحبا بك دكتور فالح معنا. كما وتنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتور، يعني إذا تسمح لنا بالبدء معك في هذه المقابلة، أليست مفارقة أن يعلن تيار الحكيم إخراج تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات وهو الذي يتولى إدارة الأمور منذ سنوات طويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا توجد هناك لا مفارقة ولا مفاجأة في هذا، لأن هذا تكرر الأمر حقيقة عام 2013 عندما كان هناك تظاهرات كبيرة حاولت قوى متنفذة في العملية السياسية ركوب الموجة، كما أنه بعد انتخابات 2018 شهدنا الحال نفسه. وبالتالي هذه العملية عملية تتكرر لأن أسبابها ومسبباتها قائمة. هذه القوى المشاركة في العملية السياسية التي هي أساس خراب العراق تحاول عبر هذه ركوب الموجة كما يسمى الآن، تحاول يعني إصابة عدة أهداف بحجر واحد، منها مثلا المناكفات السياسية بينهم. هناك مناكفات كثيرة لأنه العراق تحول إلى خربة، وهناك مجال كبير للسرقات واللصوصية والمحاصصة والدرجات الخاصة والعامة، أشياء كثيرة جدا يتقاتلون عليها. هناك إذن أكثر من سبب يدعو إلى أن يدخلون في صراعات كثيرة. نحن أيضا نتذكر أن ما يسمى تيار الحكمة أعلن قبل فترة قريبة أنه تحول للمعارضة، وبالتالي هو يعتبر نفسه أنه منسجم مع هذا الطرح في أنه هو معارض وأنه يدشن المعارضة بهذه الطريقة. طيب دكتور فالح، هل كانت هذه التظاهرات يعني مسيسة أم أنها كانت عفوية تعبر عن غضب الأهالي وبالتالي رغبتهم في عملية التغيير من الأساس من الجذور؟ يعني كما شهدنا في السابق، تظاهرات هذه ليست المرة الأولى وسوف لن تكون الأخيرة. يعني العراق كله الآن يتأذى، الظلم توزع بطريقة كاملة، بل حقيقة حتى الارتواء. لكن أنا أعلق على شيء واحد، قضية تسييس المظاهرات. ربما كلمة تسييس ربما نقصد بها دخول قوى معينة تحاول أن تخرج، لكن المطلب الخدمي أو المظاهرات المطلبية هي في حقيقتها خطوة نحو الثورة الجماهيرية العارمة. في مصر على اختلاف، طبعا في مصر حسني مبارك كان فاسد بامتياز، ولكن طبعا فساده لا يأتي إلى جماعة العملية السياسية، لا يمكن مقارنته. مع ذلك الناس عندما خرجوا في مصر خرجوا ضد الفساد، فكانت هي يعني خروج كان مطلبي لكنه يتحول الى ثوره. نحن طيب دكتور، ايهما افضل، ان تكون هناك تظاهرات فيها راس مدبر او عقل مدبر لها، ام انها تكون جماهيريه عفويه؟ ايهما افضل للشعب؟ للاسف الشديد الوضع في العراق للاسف لا ينبأ عن وجود قياده واحده تدير التظاهرات. نحن علينا نعرف من التجربه انه المنطقه الغربيه عندما الغربيه وصلاح الدين وغير عند تحركت للاسف الشديد، لا، وكان هناك ربما كان قياده، لكن لم يشاطر بقيه الاجزاء في العراق هذه التظاهرات. اليوم الحال نفسه ينطبق على، يعني في العراق لا توجد هناك حتى الان قيادة موحدة، ولكن ربما تتبلور الأمور عن قيادة بهذا الشكل. اسمح لنا دكتور فالح، نرحب بالأستاذة بالدكتورة فاطمة العاني وهي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وكم الكريم. وعليكم السلام، أهلا بك. لعلك تراقبين ما يحدث في البصرة منذ بدايته، هل تعتقدين أن هذه التظاهرات مسيسة أم أنها عفوية تعبر عن غضب الأهالي وعن رغبتهم في التغيير؟ نعم بالتأكيد، يعني شهدت محافظة البصرة منذ سنين طويلة تظاهرات كانت مستمرة وغير منقطعة، كانت يعني تتصاعد بعض المرات وتنخفض بعض المرات، ولكن كانت هي مستمرة على كل الأحوال. وكانت في الحقيقة كل هذه التظاهرات عفوية نابعة من غضب الجماهير، غضب على سوء الخدمات، الغضب على الحالة الاقتصادية بسبب البطالة، الغضب على الكثير من ما تمر به البصرة من انتشار الأمراض
وغيرها والانحطاط في التعليم وغيرها وغيرها من يعني المطالب والمشروع التي يطالب بها اي شعب في العالم. ولكن الحقيقه الان هناك محاولات إطراق هذه التظاهرات على مسارها العفوي الشعبي الحقيقي إلى محاولة جرها إلى تيارات سياسية، الآن تيار الحكمة، وفي المرة وفي قادم الأيام تدخل تيارات أخرى وغيرها، بالتأكيد ل يعني محاولة إحباط وإفشال هذه التظاهرات، وخاصة أنه لا يوجد هناك أي أمل بأن تتوقف هذه التظاهرات بسبب الاستمرار في الحالة البائسة التي يعيشها سواء أهلنا في البصرة أو في محافظات العراق الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود بارقة أمل لإصلاح الأحوال أو وجود من يتصدر المشهد لكي يعني يحول هذه الأقوام الفساد والخراب وسوء الخدمات ويعني الخدمة الجماهير وغيرها ممن متواجدون الآن في السلطة، ولهذا تحث هذه الأحزاب والحكومة جهودها من أجل القضاء على هذه التظاهرات بأي طريقة كانت. نعم دكتورة، هناك من يتوقع أن يعني تيار الحكمة، تيار عمار الحكيم، عندما يخرج هذه التظاهرات ربما يجد التعاطف والتأييد المجتمعي والرأي العام، كيف ترين ذلك؟ في الحقيقة يعني باعتبار أن تيار الحكمة وهو في الحقيقة هو امتداد للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، هو من التيارات التي دخلت مع الاحتلال الأمريكي وتدين بالولاء إلى إيران، إذا هي تتمتع بقوة وليست بشعبية، هي واحدة من الأحزاب التي تسيطر على الحكومة في العراق، القوات الأمنية وغيرها وأزرعها يعني منتشرة في مفاصل الدولة العراقية، هي ليست لديها أي شعبية، هي لديها قوة السلاح من أجل أن تفرض هيمنتها وتحاول الضغط على الجماهير بأي طريقة كانت من أجل أن يعني تخضع هذه الجماهير لها. يعني يبدو أن تيار الحكمة قد انخفضت يعني المسؤولين المتواجدين من أعضاء هذا الحزب، يعني انخفض عددهم قليلا في مفاصل البصرة، ولهذا هم يريدون عن طريق هذه التظاهرات أن يدفعون بأعضائهم وأعضاء جدد ينتمون إلى هذا الحزب إلى الوصول إلى بعض المناصب. كل الذي يستطيعون فعله هو البطش به الشعب البصري بواسطة وبمعاونة من إيران. نعم أرجو أن تبقي معنا دكتورة فاطمة، سنعود إليك. دكتور فالح، بعض المراقبين لما يحدث الآن وصف ما يحدث بالبهلوانية السياسية، إذ أن هذا التيار يحاول من خلال هذه المظاهرات والدعوة إليها ورعايتها أن يبرئ نفسه مما آلت إليه الأمور طيلة 16 عاما في العراق، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ جدا، هذا هو ما يجري بالضبط. كل طرف الآن في العملية السياسية، هذه العملية الجرباء التي دمرت العراق، كل طرف الآن يحاول من جهة أن يتبرأ مما جرى، علما أنه كل هؤلاء مسؤولين مسؤولية مباشرة وشركاء في الجريمة، ولا يمكن لأحد أبدا أن يبرأ نفسه أو أحد يبرأه. هذه القضية ثابتة عليهم ثبوتا قطعيا ودلاليا، وبالتالي هم يحاولون. هذا الكلام صحيح، لكن الناس أوعى من ذلك. الظلم في العراق بلغ مبلغا لا يمكن بعد الآن، لا يمكن لأي تيار، يعني ما يقلق النظام السياسي، نظام العملية السياسية، هو أن هذه الجماهير أو هذه المظاهرات خرجت نعم بعفوية، ولكن أيضا خرجت من خارج الإطار السياسي، بمعنى أنها لم تكن لا موجهة ولا يمكن السيطرة عليها. القضية ببساطة أن هناك إنسان جائع، هناك إنسان عاري، هناك إنسان امتحن في كل شيء. يا أخي، هناك يعني مقومات البسيطة، الماء، الهواء، الكهرباء، الحياة، فعلا حتى الهواء، يعني نتحدث عن البيئة مثلا، هناك شيء لا يمكن أبدا أن تتصوره. يعني لا توجد دولة في العالم ديمقراطية أو مستبدة، علمانية، ملكية، جمهورية، يعني لا يوجد
إلا وتعطي شعبها فقيرة أو غنية تعطي هذه الأشياء البسيطة. في العراق لا يوجد هذه الأشياء البسيطة، يعني ما يعرض على شاشات التلفزيون، أطفال يمرون في المياه عبر الأنهار حتى يصلون للمدرسة، جسور مهدمة، سرطانات، يعني أشياء كثيرة، وبالتالي الناس لم يعودوا يعني يقفون لا عند مرجعية لا سياسية ولا دينية، وكلها سقطت. الآن يحاولون التبرؤ، ولكن للأمانة لم يتوبوا بعد. هم يحاولون، يعني هم يحاولون حتى هذه اللحظة الفوز من خلال هذه التظاهرات، مناكفات سياسية، يحاولون الضغط على ما يسمى رئيس الوزراء والعملية السياسية من أجل الحصول على مناصب أكبر، وأيضا من الترويج لأنفسهم من خلال الجماهير، لكن هذا الكلام لا ينفع. مضى هذا الوقت، الناس الآن تريد الانتقام، وحتى هذه التظاهرات إذا لم تنجح هذه المرة تظاهرات قادمة وقادمة وقادمة. طيب دكتورة فاطمة، يعني كما سأل زميلي يونس بأن ما يجري هذه الحركات هي حركات بهلوانية سياسية، الغاية منها هو الاستحواذ على صك البراءة مما آل إليه العراق خلال سنوات الاحتلال الماضية، لكن لماذا لا نسميه بتصحيح مسار؟ أنهم أدركوا خطأهم وبالتالي هم يريدون تصحيح المسار. يعني في الحقيقة مع الأسف الشديد هو هذا ليس الحقيقة، يعني هم لا يريدون تصحيح أي مسار. يعني بإمكانهم من غير التظاهرات ومن غير أن يحشدوا الناس أن يقوموا بتصحيح المسار، خاصة وأنه يعني مثلا عبد المهدي رئيس الوزراء الحالي بما تسمى الحكومة العراقية كان ينتمي إلى المجلس الأعلى الذي هو الحزب، نفس الحزب التيار ما يسمى الآن تيار الحكمة. يعني لماذا لا يقوم بنفسه بالإيعاز إلى كافة الجهات التي مسؤولة سواء عن توفير الخدمات أو توفير فرص العمل أو يعني القضاء على الفساد أو المعاملة القوات الحكومية مع الشعب العراقي وغيرها وغيرها من دون حاجة إلى تظاهرات؟ هذه هي الطريقة، خاصة إذا كان هذا حزب موجود في السلطة ويحكم في العراق. هذه هي الطريقة من دون الحاجة إلى يعني تحشيد الناس والخروج بتظاهرات مليونية أو حتى نصف مليونية. بالحقيقة هذه كلها ضحك على الزقون، يريدون استقطاب الجماهير لصالحهم لتنفيذ أغراض شخصية لديهم من جهة، ومن جهة أخرى القضاء على كافة الأصوات الوطنية التي يعتقدون عنه أنهم بهذا الطريق سوف يقضون عليها. وكما تفضل الأستاذ خطاب، هذا لن يحدث لهم، سوف تستمر التظاهرات لأن الشعب وصل إلى مرحلة أولا دكتورة من اليأس من هذه الحكومة ومن جميع الأحزاب بعد انكشاف وافتضاح فسادهم. هذه من جهة، دكتورة ومن يعني جهة أخرى أن ما وقع للعراق يعني جريمة بحق العراق لا يمكن أن تغتفر. نعم. اسمح لنا أن نسأل عن تسييس هذه التظاهرات. البعض يعتقد أن هذا التسييس يمكن أن يضر بأصحاب المطالب المشروعة حقوقيا ومجتمعيا، ما المطلوب لحماية هذه التظاهرات ولكي تصل إلى تحقيق أهدافها؟ دكتورة تسمعينني؟ نعم عفوا، أرجو إعادة السؤال. كنت قد تساءلت معك، البعض يحاول أن يعني يتواطى على هذه التظاهرات لكي لا تحقق مطالبها المجتمعية والإنسانية والمطالب اليومية التي يحتاجها الإنسان العراقي. نعم بالتأكيد، يعني هم يحاولون بمختلف ما يمتلكون من قوة أن يقضوا على هذه التظاهرات وتسييسها لصالحهم. يعني العراقيين جميعهم يتذكرون كيف أن التيار الصدري، يعني وهذا مثل لم يكن ببعيد، كيف أنه حشد الناس ضد الحكومة ودخل حتى إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي انسحب وترك الجماهير ولم تتحقق أي مطالب للجماهير، والعكس من هذا التيار الصدري ونوابه ومن يريدون أن يوصلوه إلى السلطة أوصلوه إلى السلطة وفقط وانتهى الموضوع. إذن هذا الذي يحدث في البصرة من محاولات تيار الحكمة هو لأجل فقط
القضاء على التظاهرات والقضاء على مطالب الجماهير فقط لا أكثر ولا أقل. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، كنت معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتور فالح، تيار الحكمة حتى التيار الصدري عندما يخرج في تظاهرات، الوصف الذي يطلق عليه بأنها تظاهرات شعبية وطنية وهي تظاهرات بالعم هي أن تكون مسيسة، لكن شركاء العملية السياسية اعتبروا التظاهرات التي خرجت في 25 شباط عام 2011 وحتى الاعتصامات التي حدثت عام 2012 وصفوها بأنها تظاهرات مشبوهة، حتى نور المالكي وصفها بأسوأ الأوصاف بأنها فقاعة وسوف تنتهي على عجل وأنها تحمل أجندات مشبوهة، كيف تعلق على ذلك؟ يعني دأب نور المالكي كما نعلم، نور المالكي رجل طائفي حاكم حكم على أساس طائفي، للأسف الشديد أنه تعاطى مع الانتفاضة الجماهيرية التي وقعت في 2011 بهذا المستوى، وللأسف أيضا نقول أنه لم يتجاوب أحد، يعني هو انطلت خدعة أنه هناك تحرك مشبوه وحاول أن يفهم القوى الأخرى أو الجماهير الأخرى في الجنوب أو في الوسط، حاول أن يفهمها أن هذا الحراك هو حراك موجه ضدهم. الآن هذا الأمر انتهى تقريبا، يعني ما كان جائزا عام 2011 أن ينطلي من خدع ومن كذب لم يعد قائما الآن. الآن الوضع أصبح غير قابل لكي للخدعة مرة ثانية، الجماهير الآن فهمت، ومجرد الآن أن تنفجر الأوضاع في مناطق أخرى غير جنوب العراق سوف نشهد أن هناك انفلاتا عاما لا يمكن السيطرة عليه. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم. حياكم.